أصعب كلمة تفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها يا أصعب كلمة تفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها كيف قدرتي ما تخبيها بعينك الحلوة قال كيف قدرتي تقسي علي وتقوليلي ما عاد فيه اخر كلمة بقلك هي شو مش فاهم تشريح غدار شو مش فاهم انتي من طول انذار غدرني بشدي قلبي معذب لكن بعرف على حبك صادق بوعد يعشق قلبك لكن بتروح يتأكد لبيك بتروحي الله يسهل مضطل بقلبي محلك لكن لازم ارجع قلك شو بيشبهك تشريك قلبي معذب لكن بعرف على حبك صادق بوعد يعشق قلبك لكن يتأكد لمين بتروحي الله يسهل بتضل بقلبي محل لازم ترجع قلك شو مش بدك تشوف غدار شو بيشبهك انتي من دون انذار عقلي بشتي شو بيشبهك تشريك.